السلام عليكم، يسعد اوقاتكم جميعا. حنتابع مع بعض بالمحاضره الخامسه من مادتنا اللي هي داتا ستراكشر اند الجوريثم، واللي كنا عم نحكي فيها على يعني شيء له علاقه بهيكل البيانات، واللي هو هيكل البيانات الديناميكيه، واللي هي اهم مثال عليها هي اللينك ليست، واللي هي حتكون اساس لبناء هيكل البيانات الثانيه اللي رح ندرسها بهذا الفصل او بهي الماده. حكينا طبعا نحن على اللينك ليست المره الماضيه، قارنا بيننا وبين المصفوفات وشفنا الكود الاساسي اللي بيساعدنا انه نبني هاي اللينك ليست. وطبعا طلبت منكم انا تمرين ذاتي او سيلف تريننج انكم تجمعوا هاي الكودات كلها مع بعض وتبنوا هذا المثال. تمام، طبعا هون بس شويه ملاحظات. طبعا هون نحن عم نطلب انه يطبع لي نيكست، فهو هون حيطبع كلمة نود اللي هي مثل ما حكينا هون نيكست الاي نيكست، طبعا اللي اخذين او او بي هو بيطبع لنا اللي يعني بيستدعي التو سترينج. فاذا انا حبيت اضيف للنود تبعي تو سترينج اعمل له اوفر رايدنج مثل ما كان اعمل بالاو او بي، فانا فيني مثلا اكتب القيمه اكتب الكذا بدال هي. فهي كمان طبعا هي اوبشنال، اذا بتحبوا ممكن كمان تجربوها. ممكن هذا الكود تغيروا فيه مثل ما بتكون، الهدف منهم هو انه تفهموا البنيه الاساسيه لللينك ليست. المره الماضيه حكينا على السنجلي دي لينك ليست. طبعا بالنسبه للدبلي لينك ليست الفرق بالكود هو يعني ما هي الفرق الكبير، فمثلا هو الفرق حيكون عندنا بانه حيكون عندي مثل ما حكينا المره الماضيه انه بدل ما يكون عندي انا حاسميها دي نود بس مشان ميزة عن النود، بده يكون فيها بريف ونكست. ومثل ما حكينا هلا هون ممكن المره الماضيه حكينا انه ممكن أن يكون بس انتجر، ممكن نضيف اصناف ثانيه، لكن مبدئيا انه ممكن يكون بس انتجر لازم يكون فيها بريف ونكست، بعدين الكونستركتر نفسه، بعدين العمليات هي نفسها، بس بدي راعي فيها موضوع انه انا بدي احدث البريف والنكست. مثل ما حكيت ما حادخل كثير بتفاصيل بناءها لانه انا بيهمني استخدامه. هلا الدبل لينك ليست مثل ما حكينا يعني اهم ميزاتها انه هي تو دايركشنال باي دايركشنال. تمام، فهي الانتقال فيها مو باتجاه واحد، نحن بننتقل بالسنجلي من الهيد للتيل. لما بدي اعمل ترافيرس، ترافيرس يعني تجول يعني انتقال، احفظوا هاي الكلمه ترافيرس لانه حنستخدمها بكل الداتا يعني بالتري وبالجراف. هون في عندي تجول باتجاهين امامي وخلفي. عملية الانسيرتنج نفس المبدأ، أنا بدي أمشي لحتى أوصل لعند البريف لحتى أحدد البريفيوس والكرنت، وهو المكان هون طبعاً نحن عم نحكي على سورتد لينك ليست. فأنا حتى بدي أعمل انسيرت مثلاً للبي، تمام؟ فهون عملية التحديث لازم تكون بالشكل التالي، أنا البي بدي أضيفها بين الأي والسي مثلاً، ف يعني بمشي لحتى أوصل لعند الكرنت العنصر اللي أنا بدي إياه اللي هو بده يكون أكبر من بي، واللي قبله بيكون هو البريف. عملية الإضافة بالشكل التالي، خلي البريف تبع البي يشير يعمل إشارة للبريف، إذا قيمة البريف تبع بي يساوي بريف، وبعدين النكست تبع البي يساوي الكرنت، بعدين النكست تبع الأي يساوي بي، والبريف تبع سي يساوي البي. وهيك بكون هذا انقطع، اذا هذا الخط انقطع وهذا الخط انقطع. اذا هذا هو الكود تبعه. هي بشكل اساسي الدبلي لينك ليست. هلا ممكن انتم اذا حابين تستفيدوا تجوا على هدول الفانكشنز كلهم وتحاولوا تفكروا شو هو التعديل اللي لازم انا اعدله فيه، بحيث يعني هون مثلا عمليه بس النكست لوين عم بتشير، بدي يصير انتبه انه البريف لوين عم بتشير كمان. بنيجي هلا لا مثل ما حكينا نحن حندرس كيف بنبني كل وحده من هدول الهياكل البيانات الداتا ستراكشر، لكن هن غالبيتهم موجودين بمكاتب خاصه ومنفذه بغالبيه لغات البرمجه الموجوده معنا هلا. فاذا هي في باكجز او مكاتب خاصه بتنفيذهم. فعندنا بالسي شارب طبعا اللي اخذين او او بي نحن حكينا على الجينيركس والكوليكشن، فعندنا الكوليكشن كلاسز هن سبيشاليزد كلاسز فور داتا ستورج اند ريتريفال، يعني تخزين واسترجاع المعلومات. These classes provide support to stack, queue, list and hash tables. Most collection classes implement the same interface. اذا غالبيتهم لهم نفس
الانترفيس. Collection classes serve various purposes such as allocating memory dynamically by to elements and accessing a list of items on the basis of an index etc. إذا هون عم بس عم نعرف شو هي الكوليكشن. This class creates collection of objects. إذا هي مجموعة تشكيلة من العناصر أو الأغراض of the object class. إذا مثل ما حكينا إحنا بالسي شارب الأوبجكت الأساسي عنا يعني كل الأوبجكت كل الكلاسات هي ترث من الكلاس الأوبجكت which is the base class for all data types in C sharp. إذا هو ما نميز بين في شيء اسمه collection وفي شيء اسمه generics. هلا generics هي يعني المكتبة الأساسية هي collection. نضاف إلى namespace أو مجموعة المكاتب اللي اسمها generic هي انضافت دائما من النسخة 2 من الـ Common Language Runtime CLR. طبعا في عنا نحن صار مثل خلينا نقول مكتبتين أو اثنين namespaces اللي هن System Collection Generic و System Collection. غالبية الـ Data Structure اللي رح ندرسهم هن Implemented موجودين وجاهزين للاستخدام ضمنهم، وواحدة منهم هي الـ Array List. في مجموعة من مثل ما حكينا اللي هن بالكولكشن أو بالكولكشن جنريك اللي هن مثلا Array List, List, Linked List, Dictionary, Hash Set, Stack, Queue. كنا نحن اللي أخذوا الـ OOP نحن مرينا عليهم بشكل سريع حتى استخدمون هدول الكلاسز اللي هن Already، يعني ما في داعي أنا أكتب الكود كله مثل ما عملنا بالمحاضرة الماضية أو المقطع الفيديو الماضي. بهمني أنا أحط هالمكاتب هاي واستخدم. طبعا مثال linked list اللي احنا عم نحكي عنها هي implemented موجوده بالجنريك، فانا بعمل include لcollection generic وبعرف مباشره linked list. تمام، ما في داعي لا اعرف نود ولا linked list، هي already موجوده فانا بس بدي استخدمها. فبقول بدي list مثلا هو الفاريبل تبعي من النمط linked list. هلا هون التي هي اشاره الى تايب، فانا بحدد التايب، يعني الانجليزية بتاخد تايب وحيد، فأنا بحدد التايب اللي بدي اياه. فأنا هون بدي ليست من النمط انتجر، فهي لينك ليست انتجر ليست. بعدين بعمل نيو لينك ليست وكمان بدي حدد التايب انتجر. إذا هاي هي طريقة التنفيذ تبعها. هلا الأبند اللي احنا عرفناه وشرحنا كيف بصير بستدعي هون الفانكشن المتاح، الميثود المتاح هو add last، يعني أبند يعني إضافة بالنهاية. للحصول على المعلومات طبعا أنا عندي الفيرست واللاست اللي هن الهيد والتيل، فبالجنريك بسموهم فيرست ولاست، والفاليو بترجعني حتى القيمه اللي هي بمثالنا هاد من النمط انتجر. المثال التالي كمان مشان ما يكون الفيديو كتير طويل خليكم انتم تنفذوه لحالكم. طبعا هو مثال كتير بسيط. انا هون ما عرفت اي كلاس، عندي الكلاس الوحيد اللي هو التيست او البروجرام مثل ما بحب سميه اللي بقلبه الستاتيك فويد مين. الستاتيك فويد مين عرفت ليست من لينك ليست، عملت لها نيو لينك ليست. هلا اد لاست 6 2 5 3، اذا بس عم بستعمله ما في داعي اعرف اي شيء، هو موجود. انا طالما حطيت يوزنج سيستم كولكشن جنريك فصار عندي الكلاس اللي هو لينك ليست واللي هو مرتبط فيه طبعا كلاس اكيد اسمه نود او ممكن يكون له اسم مشابه. فهون انا استدعيت هذا الفانكشن لاظهار القيم، بس بكتب كونسول رايت لاين ليست اللي هو الليست تبعي انا، الاسم ليست هي من النمط لينك ليست. بدي الفيرست فاليو واللاست فاليو، فحيطبع لي الفيرست فاليو شو هي، هي 6. تمام، لانه انا بلشت حطيت 6 بعدين 2 بعدين 5 بعدين 3، فاول وحده هي 6 واخر وحده هي 3، فحيطبع لي 6 و3. طبعا هي مو بس هدول الميثودز الوحيدين الموجوده فيها، انا اذا كتبت ليست دوت فهو حيطلع لي مجموعه من الميثودز. انتم فيكم تشوفوا كل وحده شو بتساوي، شو يعني تقروا الهيلب تبعهم. طبعا ما حادخل انا بتفاصيلهم، طبعا كل الميثودز اللي شرحناهم قبل شوي هن موجودين، مهمتكم انتم بس تكتشفوهم وتفهموا كيف بيشتغلوا. مثال ثاني، طبعا هذا نحن المثال الاول عرفنا الليست من النمط انتجر. بهذا المثال انا راح اعرف ليست من النمط string. فاذا نفس الشيء، لاحظوا انا ما عندي اي شيء بس ببلش بالكلاس تيست او بروجرام او whatever هو اللي فيه الفويد مين. اللي فيه الفويد مين مثل ما ملاحظين، اذا عرفت linked list من النمط string اسمه my list، طبعا new linked list string. هلا my list add last this is a
ماي ليست اد لاست داتا ستراكشر. اذا اول عنصر بالداتا ليست بالليست عفوا باللينك ليست هو ذيس از ايه، الثاني هو داتا ستراكشر، الثالث هو كولد اللينك ليست. هلا عملت هون شرط if my list count اكبر من الصفر right line list is not empty else right line link list is empty. اذا في عندي اذا هون variable اسمه count بيرجع لي عدد عناصر الليست، هو بيشبه الشيء اللي عرفناه المره الماضيه. هلا عرفت انا هون نود من link list node. لاحظوا في عندي class اسمه link list node، حطيت فيه my list first. اذا هو هون نود فانا حطيت فيه my list first. اذا الماي ليست هاي حطيت الفيرست فهو العنصر اللي جواته this is. هلا هون عملت حلقه من صفر لماي ليست كاونت، اذا حسب عدد العناصر المصفوفه رايت نود فاليو نود فاليو، وعملت نود يساوي نود نيكست. اذا هي عمليه التجوال، حينتقل للي بعده، واخر شيء عملت رايت لاين لحتى ينط للسطر اللي بعده. طبعا الاوتبوت شو حيكون؟ هي بما انه فيها ثلاث عناصر فحيكتب لي لينك ليست از نوت امتي. بعدين حيحط لي العنصر الاول اللي هو ذيس از اي، العنصر الثاني داتا ستراكشر، العنصر الثالث كولد لينك ليست، وهيك بينتهي البرنامج. اذا هو حيكون عندي الكاونت هو ثلاثه، تمام؟ فهو من الصفر للاثنين، اذا ثلاث مرات حيحط لي نود فاليو ويعمل نيكست، نود فاليو ويعمل نيكست، نود فاليو ويعمل نيكست. بتصور المثال هذا كتير بسيط وواضح، والمثال اللي قبله كمان واضح، وصار فيكم يعني تستخدموا اللينك ليست بعد ما احنا قضينا الدرس الماضي عم نشرح تفاصيل شو هي اللينك ليست. هون بكل بساطه مثل ما حكينا هي موجوده ككلاسز، هي اللينك ليست واللينك ليست نود، وفيني استعملهم ببساطه، وفيني اتعرف على مجموعه من التوابع الموجوده فيهم. في عندي اد افتر، اد بيفور، اد فيرست، اد لاست، كلير، كونتينز، كوبي تو، وهكذا. بتمنى يكون واضح وما يكون في عندكم اي سؤال. يعطيكم العافيه، وهالمقطع ما حبيت ما يكون كثير طويل لانه المقطع الماضي كان شوي طويل. نوقف هون ونكمل الاسبوع بمقطع قادم.